اهلا وسهلا بيكم والدنيا ملك ايديكم مع قناة ست البيت. الدنيا هتضحك ليكم. النهاردة حلقتنا عن البيتزا، بس مش اي بيتزا، هنعمل بيتزا امريكي. البيتزا الامريكي ديت ايه الفرق بينها وبين البيتزا الايطالي؟ عندي بتاخد دقيق وبتاخد بيض وبتاخد لبن. مخرجنا الجميل يبدأ يجيبنا المقادير. في عندي دقيق، في عندي بيض، عندي نص كيلو دقيق، عندي 2 بيضة، عندي الخميرة والسكر انا دوبتهم وحطيت عليهم شوية مية دافية. ركزوا، حطوا خط احمر تحت مية دافية. في عندي زبادي، كوب زبادي. في عندي المية للعجينة، وفي عندي لبن. بالنسبة للحشوة بتاعتي هنعملها النهاردة بالفراخ. الحشوة بتاعت البيتزا دي بتاعتكم انتوا، اي حاجة انا بحبها هعملها مع البيتزا. نبدأ ونقول بسم الله. نجيب الدقيق كالمعتاد، ونجيب المية، ونجيب اللبن، الزبادي، نسيب شوية الخميرة على أساس أن أنا هبدأ إيه عايزها مع المية الدافية والسكر. قلنا وهنقول تاني بسم الله. بالنسبة للخميرة أنا بحطها في مية دافية. ليه؟ مش هزود المية، انا عندي لبن وعندي زبادي فمش عايز استخدمهم كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ابدأ انزل بالزبادي بتاعتي. يبقى احنا حطينا كوب زبادي، حطينا تقريبا كوب لبن، الخميرة والسكر بتاعتي انا لسه ما حطيتهمش. تمام، ابدا اعجن العجينة بتاعتي. فاضل ايه؟ البيض. اجيب البيض تمام، ابدأ اعجن العجينة بتاعتي بالراحة كده. يبقى الفرق بينها وبين البيتزا الايطالي ان هي فيها دقيق، فيها بيض، وفيها ايه تاني، وفيها لبن، وفيها زبادي. محتاج انا شوية دقيق. بسم الله. انزل بقى جوه البوله ايه بكل تقل كده. ورانا لكم برضو حركه الشباك اللي احنا دايما بنعملها في البيتزايه، اللي هي بتبين لي ان كانت البيتزايه بتاعتي اتعجنت حلو ولا لا. اهم حاجه في البيتزا الصوص بتاعها والعجينه. الفرصه طبعا بتختلف من واحد للتاني. اهوت ببدا اكمل في قلب البوله بتاعتي. ممكن استعجن من العجانه موجوده، بس احنا عايزين نشتغل بتلقائيه معاكم. عايزين نبدا من بصوا من اول السلم. في عايز شويه انا زيت. بسم الله. ما انساش ان انا ما حطيتش الخميره. الخميرة انا لو سبتها كمان شوية ايه اللي هيحصل معاها؟ اللي هيحصل معاها ان هي بتبدأ ترفع معايا. ليه؟ لان هي عبارة عن بكتيريا خاملة. تمام؟ البكتيريا الخاملة ديت ايه اللي بيحصل معاها؟ اللي بيحصل معاها انها بتبدأ تتفاعل. هي نايمة، انا عايز اقومها، بقوم جاي حاطط لها المية الدافية الوسط المناسب ان هي الملائم ليها. اول ما العجينه تبدا ترفع من ايدي كده يبقى معناها انها بدات ايه تبقى كويس. زي ما انتم شايفين اهيت العجينه بدات تفصل مني، مش تفصل مني، لا تفصل من ايدي، يعني معناها ان العجينه بتاعتي بدات تبقى
يبقى كويس تمام. لو انا محتاج اكمل بقى العجين، انا مش محتاج بقى على سن برضو، انا عملتها معاكم كذا مره عشان الوقت بتاعي. انا عجينه جاهزه معايا، ابدا اغسل ايدي. وابدا اشوف انا هعمل ايه مع البيتزاية بالطريقه الامريكي. نبدا بقى نوسع لنفسنا مكان كده عشان ايه نشتغل براحتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ابدا زي ما احنا متفقين بعفر كده اهوت، مش بنزل كده اهوت، بيدي الاثنين كده وببدا اعفر. ليه؟ انا مش محتاج، لو انا نزلت من فوق الدقيق ايه اللي بيحصل فيه؟ ديت هحطها تحت واغطيها بقماشه عشان ما تبصش مني. اجيب العجينه الجاهزه اللي انا مجهزها وعجنتها وسبتها تخمر مع نفسها. اجيب العجينه بتاعتي اهوت، بسم الله الرحمن الرحيم. حطه ده عشان انا ممكن احتاجه دلوقتي. فيه مبدا بيقول لك ايه، تمسك العجينه كده وتبدا تفردها بايدك شويه اهوت. بتعمل ايه بقى معاها؟ بتخليها تاخد مع ايدك درجه حراره ايدك، و درجه حراره ايدك بتعمل مع ايه، بتفرد لك البيتزا وتخليها ايه زي حنينه شويه. لما باجي افرد تمام، بفرد من النص لقدام والورا اهو كده، واقوم جاي لف العجينه تمام، لقدام من النص والورا تمام اهوت. ببدا اقلب العجينه بتاعتي، ارش الرشه بتاعتي، التعفير اللي انا عايز كده كده تمام زي الفل. انا محتاج افرد تاني، ممكن افرد تاني كمان شوية. اما العجينة بتكون خمرانة معايا بتمكنني في الشغل فيها حلو. ما بفردهاش قوي، البيتزا دي بتحتاج ان هي تبقى سمكها يعني عالي شوية. ممكن اجيب اسيبها زي ما هي كده، اجيب الصينية بتاعتي، فين الزيت، اي مادة دهنية عندي، بسم الله، لو في فرشة لو في منديل. معلش محتاج افرد الحتة ديت. افرد الاطراف عشان ايه، انا عايز الفها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده تمام. وابدا الف الدائر بتاعي، اجيب اولا معلش انظف المكان بتاعي وابدا اشوف انا هعمل ايه مع البيتزا دي. يعني نشوف احنا عملنا ايه مع بسرعه مع البيتزايه. عجننا العجينه ازاي، حطينا دقيق، حطينا معاه زبادي، حطينا مع الزبادي لبن، حطينا معاه بيض تمام، وبعد كده معانا الخميره والسكر، كل دوت حطيناه وعجنا العجينه بتاعتنا وفردناها زي ما انتم شايفين. خلينا السمك بتاعها تخين شويه وفردناها اكبر من
حجم الصينيه عشان انا هلف الاطراف بتاعتها، او لو مش عايز الف الاطراف بتاعتها هعمل ايه؟ هقطع الاطراف دي. اجيب الصوص بتاعي، صوص البيتزا انا عامله جاهز، طماطمايه كونكاسيه تمام، وبعد كده هحط على الطماطمايه كونكاسيه ايه، معلش ثانيه واحده خرم ده كده، حطيت عليها ايه الطماطمايه ديت كل اللي انا حطيته على، معلش في ملحوظه بس، لما اجي احط صوص البيتزا بحطه في النص وابدا افرد حركه دائريه كده تمام، حط في النص كده اهوت، وما زودش الصوص بتاعي جامد اهوت اهو، ببدا حركه دائريه كده مع البيتزايه، هو بيلف مع يعني اتجاه عقارب الساعه او عكسها، ببدا احس ان هو بيمشي معايا واحده واحده. لو انا البيتزايه ديت مش هتتلف من الاطراف ديت هعمل فيها ايه؟ مش هوصل للحرف الاخير بتاع البيتزايه، مش هوصل للنهايه. ليه؟ لان الصوص دوت بيحرق لي البيتزايه او بينشفها مني. بجيب انا الفراخ مسلوقه تمام، صدر فراخ قطعته وسلقته، وعندي الفلفل، وعندي الجبنه الرومي، وعندي الجبنه الموتزاريلا. احط شويه من جبنه الموتزاريلا، ازود في الاطراف ديت عشان انا الف عليها، احط الفراخ بتاعتي، ما قلناش الصوص البيتزا عملناه ازاي، طماطمايه كونكازيه، طماطمايه بتتفتح على شكل حرف زائد، وبعد كده بحطها في شويه ميه سخنه، وبعد كده ببدا انزل عليها ب ببرد عليها بميه بارده، نجيب السكينه بتاعتنا وبفرمها فرمه حلوه. ممكن اقطع الفلفل ده زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي حلقات كده، وبعد كده ضربتها، حطيت معاها توم تومية على النار ولفتها على النار، مع لو عايز احط ريحان بحط، وبديلها سن سكر صغيره سريعه كده بت ايه بتديلها طعم حلو، وبتبلها طبعا بالملح والفلفل وشويه من الاوريجان او اي نوع اعشاب انا بحبه. نبدأ نحط بقى ايه؟ عايز نحط شوية زيتون اسود، احط شوية جبنة، في عندي فلفل اخضر هنا، انا طبعا غيرت من الشكل بتاعها، بحاول اقدم شكل مختلف شوية تمام؟ حط شوية جبنة موزاريلا وجبنة رومي فوق منها، وابدأ أدخلها الفرن، شوية جبنة رومي الطرف اللي أنا عملته ده بقى، بصوا أنا هحاول أعمل إيه بقى، أزود ده هنا كده معلش قبل الفاصل عشان يبقى إحنا جايين على نشوف البيتزاي على طول. احط عليها شويه صوص، الصوص ده هيبقى على الحرف بس، ابدا الف
كده كده زي ما انتم شايفين اهوت. لو انا محتاج احط اي حشوه جوه اللفه ديت بحطها، يعني لو اي نوع جبنه تانيه او اي نوع لحوم عادي بالنسبه لي. كده البيتزا بتاعتي جاهزه على اني ادخلها الفرن. ايه رايكم ما نطلع فاصل ونرجع نشوف البيتزا بتاعتنا هنكملها ازاي؟ فاصل ونواصل.